استشراق للمستقبل ومواكبة الحداثة، كان هذا عنوان مؤتمر الوقف الجعفري السابع الذي تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويحظى باهتمام واسع لبحث ما هو جديد في مجال الأوقاف والعمل الخيري. في الحقيقة سعدت بما شفت من محاور ونقاط في هذا الملتقى تعكس تطور الفكر الأوقاف بشكل كبير، وتعزيز دورها في المجتمع، والنهوض في هذه الشعيرة المهمة. ولمست أيضا تطور إدارة الوقف الجعفري بشكل كبير، وخطط خطوات جديدة، خطوات موفقة لتوسيع نشاطها بشكل كبير. طرح أوراق عمل تتضمن المجالات التنظيمية والقانونية والاستثمارية والشرعية تعزز الكفاءة والمساهمة الفعلية في تنمية المجتمع وسد حاجات أفراده. هذا المؤتمر راح نتكلم عن الحداثة بالأوقاف. طبعا جرت العادة في الأعمال الخيرية هي الرتم التقليدي في العمل حسب نصوص الواقفين على المساجد والحسينيات وغيرها من الأعمال اللي متعارف عليها. جريا على عادة إدارة الوقف الجعفري أنها يعني تقيم بين فترة وأخرى ملتقيات جعفرية تتناول مواضيع ومحاور تخدم الوقف الجعفري وتنهض به وتضع آليات متطورة جديدة للارتقاء بالوقف الجعفري. الأوقاف الجعفرية تسعى من خلال هذا الملتقى لتكثيف النقاش حول الإمكانات العملية للوقف في المجتمعات المعاصرة، من خلال التركيز على صيغة حديثة كي يتبوأ الوقف مكانته الحقيقية في المجتمعات الإسلامية. الملتقى يعمل على استحداث جوانب الوقف القانونية والفكرية والإبداعية لتقديمه كمنتج إسلامي يواكب العصر ويسهم في التقليل من المعاناة الإنسانية. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.